بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نأخذ الدرس العاشر في مادة التوحيد للفصل الخامس صفحة 205. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأول الرسل وخاتم. عموم رسالة النبي يعني إيش؟ يعني الدعوة أو الرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، والتي بعث فيها لمن؟ للناس فقط؟ للجن فقط؟ ابن جي نأخذها. ثاني شيء، وأول الرسل وخاتمهم. مين أول الرسل ومين خاتم الرسل؟ طيب، قال لك بداية الدرس تمهيد، ما معنى قول خاتم الأنبياء؟ إيش يعني خاتم الأنبياء؟ أعطاك خيارين هنا، آخر الأنبياء أو أول الأنبياء. طبعا الإجابة الصحيحة وإن شاء الله كلكم تعرفونها اللي هي آخر الأنبياء. طيب، قال لك هنا بعد معرفتك للاختيار الصحيح، فهل نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كلهم أم لا، ولماذا، ومع الدليل؟ طيب، الحين عرفنا الإجابة أن آخر خاتم الأنبياء هو آخر الأنبياء. طيب، عطني دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. طبعا الدليل موجود من القرآن، وبنجي نأخذ إن شاء الله في ما تبقى. قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية تدل، وفيه آيات كثيرة، بس هذه الآية تدل من الآيات التي تدل إيش على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان للإنس أم للجن، اللي هما الثقلان، الإنس والجن. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ليش؟ لجميع الإنس ولجميع الجن. طيب، بعد معرفتك الاختيار زي ما ذكرنا لكم، مرسل الناس كافة كلهم أم لا، اكتب الإجابة نعم مرسل إلى الناس إيش كافة. وقال لك هنا الناس، ما ذكر لك الثقلان، الناس، لكن مستقبلا هنا بنجيك بناخذ الثقلان. طيب، مرسل إلى الناس كافة، اكتب نعم، ولماذا؟ قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا. طيب، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك هنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين كافة، سواء زي ما ذكرنا لكم للجن أم للإنس. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم وجب عليهم جميعا الإيمان به واتباع دينه وترك ما هو سوى ذلك من الأديان. والدليل زي ما ذكرنا لكم سابقا: قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى زي ما ذكر لك هنا في الكتاب: وترك ما سواه من الأديان. يعني أي واحد على دين النبي موسى، على دين النبي عيسى، هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. النصارى، اليهود، المسيح، هذول كل أبوهم إيش؟ ليس صحيح، لأن دين الإسلام إيش؟ محى جميع الأديان السابقة. واضح؟ طيب، هذا يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الصفحة الثانية، والدليل قال لك هنا، والدليل على بعثه إلى الجن أيضا، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين إيش يعني؟ مخبرين، يخبرونهم. واضح؟ فهذا يدل أيضا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين، سواء كان الناس أم للجن. طيب، أول الرسل وخاتمه. أول الرسل هو نوح، وخاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، آدم، أبونا آدم أول الأنبياء، لكن الرسل وشهم اللي ذكر لكم هي نوح. ليش ذكر هنا نوح أول الرسل؟ طيب، يجيني واحد يقول لي آدم،
يقول لك صحيح، بس نوح أول ما وقع الشرك. يعني في ناس أرسل الله سبحانه وتعالى آدم، لكن في ناس إيش أشركوا بعد مرور الوقت، أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فأرسل الله سبحانه وتعالى إيش نبينا نوح، وهو النبي الذي أرسل بعد ما حدث أول شرك في الأرض. واضح؟ عشان كذا وضعوه هو أول الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح ذكر لك هنا في الآية مين؟ نوح والنبيين من بعده. يعني يدل تدل هذه الآية أن النبي نوح هو أول الأنبياء، لأن النبيين من بعده هم باقي الأنبياء الذين أتوا من بعد، لكن من أولهم؟ أولهم نوح عليه السلام. طيب، وآخرهم زي ما ذكرت لكم هنا، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، زي ما ذكرنا في الآية هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبيين الذين أرسلهم الله عز وجل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وبنأخذ هذا إن شاء الله في مستقبلا. طيب، حقيقة دعوة الرسل، أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يعني يبشرون برحمة الله سبحانه وتعالى وينذرون من عقاب الله. يعني من أخطأ فسوف يجازى، ومن فعل الصواب فسوف يجازيه من الله سبحانه وتعالى بإيش؟ يجازيه بالجنة، لكن من أخطأ يجازيه الله سبحانه وتعالى بالعذاب. مبشرين ومنذرين. طيب، والدليل قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني حسان ما تكون حجة على الناس أنه ما جاءنا من رسول ولا بشير ولا نذير، فهذا أرسل الله سبحانه وتعالى حشان تكون على الناس حجة. نعم، أرسل الله لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليش؟ لنتبع ما أمرنا به، فهو مرسول من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، ونتجنب أيضا ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإذا فعلنا ذلك فلقد أفلحنا وأدخلنا الله سبحانه وتعالى برحمة منه إلى الجنة. طيب، وكل أمة قد بعث الله إليها رسولا يدعو إلى أمرين: هما عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. مبشرين ومنذرين. مبشرين ليش؟ لليعبدون الله. ومنذرين إيش؟ اللي يعبدون الطاغوت. اللي يعبدون الطاغوت اللي هم، إيش معنى الطاغوت أصلاً؟ الطاغوت هو الشيطان، الذين يعبدون الشيطان، يسمعون كلام الشيطان ولا يسمعون كلام الله. هذول هم الذين إيش يعبدون الطاغوت. عبادة الله سبحانه وتعالى يأمرون بها الأنبياء، وينصحوننا ويأمرون أننا إيش بتجنب عبادة الطاغوت. والطاغوت زي ما ذكرت لكم هو الشيطان. طيب، والدليل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إيش يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا تعبدوا الطاغوت، لا تعبدوا الشيطان. هذه عموم رسالة الأنبياء جميعا. طيب، قال لك نشاط: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فبماذا يبشرون وعن أي شيء ينذرون؟ أتوقع أني ذكرتها لكم، وإن شاء الله تكون عارفين الشيء هذا. مبشرين إيش ومنذرين من إيش؟ مبشرين ومنذرين. مبشرين إيش؟ برحمة الله سبحانه وتعالى والجنة لمن؟ إيش؟ أطاع الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومنذرين من إيش؟ منذرين أيضا إيش؟ من عبادة الطاغوت، يحذرون الناس من عبادة الشيطان.
والطاغوت هو جميع ما يعبد من دون الله، الشيطان هو جميع ما يعبد من دون الله، لأن الشيطان هو الذي يأمرك أن تعبد إيش؟ إيش؟ لغير الله أي شيء. الشيطان ما عنده مشكلة، اعبد الحجر، اعبد الصنم، اعبد 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 أي شيء، الشمس، اعبد القمر، أهم شيء إنك ما تعبد الله. هذا هو أمنية الشيطان، وهذه هي الأشياء التي حذرنا منها الأنبياء والرسل، ألا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. طيب الأسئلة، الصفحة 108. السؤال الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمس. طبعا هنا نهاية السؤال، خلاصة السؤال الكلام هذا، يقول استخرج من الحديث السابق ما يدل على عموم رسالة النبي. يعني عموم رسالة النبي إيش قلنا لكم؟ إيش للإنس والجن. طيب طلع لي في الحديث هذا شيء يخبرنا أن فعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة. يقول لك أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، بصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، إلى نهاية الحديث. يعني وين طلع عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في السطر الأخير؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إيش؟ إلى الناس كافة. هذا يدل إيش؟ على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هنا الإجابة. طيب قال لك ورد عدة صور في القرآن الكريم بأسماء بعض الأنبياء عليهم السلام، اذكر. طبعا ما ورد في القرآن الكريم جميعا إلا ست صور، اللي هي 1 2 3 4 5 6، ست صور أسماء الأنبياء. اكتب معي، أول واحد محمد، ثاني شيء إبراهيم، ثالث شيء يوسف، ورابع شيء هود، وخامس شيء يونس، وسادس شيء نوح. هذول هم الأنبياء الذين وردت أساميهم في سور القرآن. طيب في السور، هو يتكلم عن السور فقط، ما يتكلم لك عن في الآيات، لا يتكلمك عن السور فقط. فهذه هو الصور الموجودة في القرآن. طيب قال لك بعد الإجابة على الفقرة السابقة ضع خطا تحت الصورة التي باسم أول الأنبياء، وخطين تحت صورة باسم آخر الأنبياء، خطين تحت آخر الأنبياء، وخط واحد تحت أول الأنبياء. أول الأنبياء كما ذكرنا لكم سابقا هو النبي نوح، وآخر الأنبياء هو النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال الأخير، بما بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بما بدأوا الأنبياء دعوتهم؟ ذكرنا لكم سابقا إيش؟ الدعوة إلى الله واجتناب الطاغوت. هذه هي الشيئان الذين بدأوا دعوتهم الأنبياء بها. نسأل الله لكم التوفيق والسداد.